ملكة بالنسبة للحضور النسائي داخل جمعية المواهب، واش كاينة التمثيلية النسائية داخل جمعية المواهب في اتخاذ القرار؟ أكيد كاينة التمثيلية النسائية، والدليل على ذلك أنني أنا كنت طفلة داخل المواهب ومنذ سنين، أنا دابا غنقفل 60 سنة وبقى كنواكب الجمعية، كنجي واخا غبت واحد الفترة تحملت مسؤولية في الجمعية كجميع النساء اللي كانوا معايا، تحملنا مسؤولية داخل الأجهزة، كنت كاتبة فرع، كنت أمينة فرع، ولا هضرتي وشفتي غتلقى النساء متواجدين بكثرة. احنا ما عندناش في الجمعية فرق ما بين الرجل والمرأة، يعني كلنا سواسية داخل جمعية المواهب التربية الاجتماعية. تقول بان النساء والحركه النسائيه في المغرب يعني ما بقاش تامن بالانخراط في العمل الجماعي، واش هذا الشيء بصح ولا غير هضره خاويه كما تنقول؟ وهذه راه هضره خاويه، ما كنظنش، لان الدليل على ذلك راه حضور نساء اللي كيشتغلوا واللي عندهم بيوتهم ومخلين اولادهم وحاضرين من اجل العمل الجماعي الهادف، لان الجمعيات الهادفة الجادة راه ما يمكنش تمشي منها المرأة وما يمكنش، وحتى الرجل داخل الجمعية راه كاين ظل المرأة جزء من الجمعية، ما كاينش فرق بيننا وبين رائدات الجمعية والرواد الجمعية، ما كاينش فرق بيننا وبينهم يعني داخل الجمعية.